يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض مربى المشمش. عندي كيلو مشمش. المشمش اللي كنا نستخدمه بسوريا هو غير هذا النوع، يعني هداك بيكون اصغر شوي وبيكون لونه على اغمق، هداك بيجي طعمه اطيب بالمربى، بس ممكن تستخدمي اي مشمش عندك متوفر كمان بيصير. رح نضيف له هلا كيلو من السكر، يعني كل كيلو مشمش بدنا نحط له كيلو من السكر. هلا انا بس رح احط، اذا انت عامله اكثر من هاي الكميه، عامله مثلا 3 أو 4، بتحطي طبقه من المشمش وطبقه من السكر. انا هلا بس مستخدمه كيلو، رح احطهم هيك هلا، بتركهم لتاني يوم، بحطهم بالبراد لتاني يوم، بتلاقي المي طلع منه، بتحكي كل ساعتين ثلاثه بتحركي، او يعني اطول اذا مدي اكثر، مهم انه تحاولي تخلطي شوي السكر مع بعضه. بس قبل ما دخله على البراد بدي اقول لك شغله، انا تركت هون تنتين لحتى ارجيك اياهم. هلا انت اذا بدك، شايفه كيف بس لافتح لك اياها ارجيك اياها، اذا بدك اياه يضل بهالشكل محافظ على حاله، حاولي يكون ما كتير مستوي، يعني لا تجيبيه مستوي كتير، جيبيه شوي بيكون على اصفر يعني لحتى تحافظي على شكله. اذا بدك اياه يكون يعني هالت كتير وممرود، فيك تجيبيه مستوي زياده عن، شايفه هاي قوامه كيف بعدها متماسكه، يعني ما انا كثير رخوه مستويه. هلا انا بتركهم بالبراد ونكفي شغل مع بعض بكره. هلا ثاني يوم انا طالعته، شايفين كيف صار، هاي هي المي اللي طلعت منه بهالشكل هذا. طبعا من تحت رح لما تطالعي رح تلاقي السكر لسه ما كله داب. هلا رح نحطه على النار ونغليه ونشوف كمان شو رح نشتغل مع بعض. بدي اقول لكم نصيحتي انا، اذا انتم قاعدين ببلاد فيها شمس مثل ما عملت انا بهالطريقه، بدل ما تاخذيه تحطيه بالبراد حطيه بالشمس، حطي عليه شاشيه او قماشه وحطيه بالشمس، لا تغليه نهائيا، رح يطلع عندك احسن مربى واظرف مربى. هذا الطريقه كثير اسهل وبتعطي نكهه اطيب. بس كمان هلا نحن بصير هاي الطريقه، هلا رح نغليه، وكمان رح اقول لكم انه ممكن بعد ما تغليه كمان فيك تحطيه ولو نهار بالشمس. اما الطريقه الاولى بده يومين او ثلاثه حسب الشمس عندك. هلا بناخده هذا وبنغليه وبنحكي بعدين شو بدنا نساوي. انا حطيته بالطنجره على النار، شايفين المي بلشت تبين اوضح لانه هلا بلش بده يدوب السكر اكثر. المشمش ما له روح، يعني بيستوي بسرعه، فهلا نحن بس طلعت هاي الرغوه اللي على الوجه بدنا نقيمها وبنحط حمض الليمون، وبارجيكم بعدين كيف رح يصير شكلهم. اذا لقيتي انه السكر عندك ما عقد والحبة المشمش استوت كتير، فيكي ترفعيه عن النار وتخلي القطر لحاله يعقد وبترجعي بعدين بتسقطي. هلا بس يغلي ويطلع الرغوة عليه رح ارجيكم كيف رح يصير شكله. هلا انا بعد ما مر تقريبا 10 دقائق قمت هاي الرغوة، شايفينها اللي بتكون هيك، هاي اللي بتطلع كلها، هاي بتقيميها. انا خليت بس يعني قد ما قدرتي حاولي تقيميها. بدي اقول لك شغله، انا هذا المشمش انا جربته قبل هالمره، لقيته يعني من بعد ربع ساعه اذا تركتيه رح تلاقي دغري غلط. يعني هذا المشمش اللي كنا نجيبه نحن من سوريا بسموه كلابي، ما بعرف ايش بسموها التسميه، بيكون هو عباره عن البذره تبعه بتكون مره وبيكون اصغر من هذا ولونه برتقالي واضح جدا، يعني غامق مو هيك على اصفر، يعني بيكون برتقالي كتير غامق بيكون لونه. فانا هلا رح اضطر اني ارفعهم شوي هدول لحتى اخلي القطر. هلا اذا انت جايبه من هداك ما في داعي تعملي هالعمليه اللي انا بدي اساويها، رح ارفعهم شوي هيك بهالشكل هذا واترك القطر ليعقد، يعني تقريبا شي 10 دقائق بس رح اترك القطر هلا يعقد لحاله، وبعدين برجع اضيفه وبخليهم يغلوا مع بعض كمان شي 5 دقائق. شايفين قوام القطر كيف؟ بعده مو معقد. هلا رح ارجيكي كيف القوام، شايفين كيف بعده يعني سائل مانو معقد منيح. هلا بتركه بس تقريبا شي 5 دقائق، بلاقي يعني بلش يسمك شوي صغيره، برجع بضيفهم هدول وبغليهم مع بعضهم وبحط الحمض الليمون. هلا شايفين كيف صار قوامه، كمان ما تركته انا للاخير، يعني ما بدي اياه يكون استوى على الاخير. هلا بحط رشه خفيفه من حمض الليمون، لا تكتري، اذا انت حاطه، انا هذا كيلو يعني حاطه، اذا انت بدك تحطي اكثر يعني فيك تزوديها شوي صغيره. وهلا برجع برجعهم يغلوا مع بعض كمان
بتلمسيها لهي الحبة بتلاقيها انه صارت، او بتدوقيها بتجيبي بتدوقيها بتشوفي اذا صارت. بدهم شي هلا كمان شي ربع ساعة يغلوا مع بعضهم، وبعدين بيكون عندنا المربى هيك صار جاهز. شايفين هلا بعد ما انا استوى عندي المشمش، طبعا في قسم يعني الا ما تلاقي قسم مثل هي مثلا، شايفتيها كيف يعني بتلاقيها هلطت حسب نوع المشمش اللي عندك. هاي مثلا لاقيها صاحية بعدها مثل ما هي. انت اذا بدك تعمليه ممرود او تعمليه يعني كله ناعم، جيبي المشمش مستوي كتير وحركيه بالطنجرة. اذا ما لقيتي كمان بدك اياه انعم من هيك، فيك تضربي بالخلاط يعني او بالمضرب العمودي كمان بيصير. هلا انا عندي المشمش هيك صار مستوي، شايفين كيف الحبة يعني مجرد اني اضغط عليها بتلاقيها كتير صارت طرية. هلا بتركه ليبرد وبرجيكم قوامه كيف بعد ما يبرد. وهذا القطر سماكته صارت بهالشكل هذا، هاد شكله المربى بعد ما برد. رح ارجيكي قوام القطر، شايفين كيف؟ طبعا اللون بيرجع للمشمش، يعني انت اذا لقيتي اللون مو مثل اللي متعودة عليه فهو بيرجع للون المشمش نفسه اللي انت مستخدمتي. هذا شايفين كيف شكلها مثل ما هي ضلت الحبة. انت مثل ما قلت لك اذا حابة تعملي ممرود اكثر من هيك فيكي تضربيهم بالخلاط او تخليهم زيادة شوي على النار. بتمنى يكون عجبكم شغلنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.